شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مقر جامعة باديه بمدينة السادس من اكتوبر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور وعدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجال الاعمال. تضم جامعة باديه سبع كليات عملية ونظرية تستوعب 12500 طالب وطالبة. ومن المقرر ان تبدا الدراسة في الجامعة اعتبارا من السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر الجاري.